يسعد اوقاتكم، اهلا وسهلا فيكم. اليوم الحلو تبعنا كتير سهل وبسيط ومكونات متوفره بكل بيت. رح تلاقوا المقادير مكتوبه تحت بصندوق الوصف. عندي هون مجهزه انا 4 حبات من الجبنه، هاي جبنه الدهن، ممكن تستخدموا المربعات هاي المكعبات او تستخدموا اللي بتكون بالكاسات او العلب. انا ما عندي كان كفايه، يعني بدي احط انا 8 حبات، فراح احط هاي مكتوبه عليها 100 جرام، اما تستخدموا كلها من هاي او من هاي. عندي هون نص ليمونه عصرتهم، بيطلعوا تقريبا هدول شي 2 معلقة كبار، بس لضيف هاي هلا، وهي نص الكاسه من السكر. رح احط نص كاسه سكر فوقهم وعصير الليمون، واخلط الكل مع بعض بس هيك شوي هلا، لحتى وقت بدي اشغل الخفاقه ما يعذبوني. رح اعملهم هيك شوي بس بالمعلقه. بضل بضربها لحتى بالخلاط لحتى الاقيها صارت مسا ناعم، وبلاقي كمان انه السكر تقريبا يعني داب. هلا هيك بدي اخفق كمان شوي، انتهيت من خفقه خلص. هلا هي بدي اتركها على جنب. مجهزه هون انا عندي كمان 3 زروفة من الكريمه شانتيه، راح احطهم، هذا مكتوب عليه 75 جرام. نفس الخفاقة ما بيأثر. رح نحط تقريبا هلا بحط نص الكاسة وبحركهم هيك شوي وبخفق. شايفين هذا القوام؟ انا بدي اياها شوي تكون قطرة شوي صغيرة. رح احط يعني تقريبا بتحطوا بتخلوا بس الربع 3/4 الكاسة بس مو اكتر. هذا القوام اللي حصلت عليه، شايفين قد ايه ضل عندي من الكاسه. ممكن انتم يعني حسب كمان نوعه، يعني ممكن تستخدموا كاسه كامله ل3 زروفة، بس شوفوا حصلتوا على هذا القوام كتير منيح. هلا صاروا عندي الاثنين جاهزين، بدي احطهم فوق بعض وخلطهم. بالقالب اللي بدي استخدمه غلفته بالنايلون الغذائي، وعندي انا هذا البسكوت راح استخدمه. اللي ما عنده من هذا ممكن يستخدم البسكوت العادي يعني الساده. راح احطه شوي بالحليب وحطه صفه بارض القالب. هي الجزء اللي بيكون هون عليه سكر راح خليه لفوق، خلي هذا الجزء المستقيم لتحت، ما بغطه كتير بالحليب كمان لانه هلا هو بده ياخذ من رطوبه الكريمه. حطيت الكريمة بالكيس لسهل على حالي بس الشغل يعني مو اكتر، لحتى افردهم بهالشكل هذا، بغطي كامل الكمية. كرر نفس العملية للكل، لحتى بس رح اترك شوي من الكريمة لحتى زين الوجه، بس بدي اقلبه بعدين. هاي الطبقة الثالثة اللي أنا راح أحطها هلا، ما حأدهن هون أنا شي، بس راح أحط هاي انكسرت راح خليها لو ما بيأثرها. راح أحط هلا الجزء هذا المستوي هيك اللي ما بيكون عليه سكر، يعني هذا الجزء هذا بدي أخليه لتحت لحتى يكون أسفل القالب يعني، وبصفن هيك بهالشكل هذا. هلا بدي أدخلها على البراد. إذا مستعجلين فيكم تحطوه بالفريزر شوي، إذا مو مستعجلين خلوها شي 2 ساعة بالبراد وبعدين بنقلبها. بعد ما تركتها بالبراد تبرد راح احطها هلا اقلبها على الصحن اللي بدي اقدمه.
والكميه اللي تركتها هون من هاي الكريمه راح احاول هلا افردها. حتى هيك منظرها فيكم تخلوها هيك اذا بتكون منظرها كمان بيطلع حلو. زينتها بالليمون والورد. انا الصراحة كنت بدي احط على الوجه كمان من الكريمة، بس هون شايفين كيف طلعت كتير كتير طرية يعني، فما حبيت انزع شكلها. وكمان بس غطيت الاماكن هلا هون وقت قلبتها، اذا انتبهتوا بيكون فيه هيك شوي اماكن ما واصلة للكريمة، غطيتهم بس غلفتهم هيك منيح لحتى يصير بهالشكل هذا. صدقوني هالمعلقتين الليمون اللي حطيناهم للكيكة رح يعطوها كتير كتير طعم طيب. بتمنى انكم تجربوها، سهل وبسيطة وطبق يعني كتير سريع مثل ما شفتوا. هلا رح اقطع واحدة تشوفوها. نحن مو تركناها كم ساعة، رح تلاقوا انه البسكوت صار كتير هش، رح ارجيكم كيف. رح يشرب من الكريمة والحمض اللي حطيناه كمان والحليب. رح أجيكم قوامه كيف، شايفين كيف طبق جدا جدا سهل وبسيط وحلو. رح دوقه. طعمة الليمون مع الحلو كتير كتير عاطية هيك نكهة مميزة. بتمنى انكم تجربوه. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والاشتراك، ولا تنسوا تتابعوني على القناتين، قناة مطبخنا السوري وقناة يلا نتحلى.